أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يا ربي إن شاء الله توفقنا القول الحق وكلمة الحق، وتبتنا إن شاء الله يا ربي، وتبتنا على فعل الخير إن شاء الله، ونكون ناس صالحين وقدوة صالحة لهذا المجتمع في منفعة اللي يستنفعوا بها بيننا في هذه الأماكن التواصل الاجتماعي. أنا ومنها اليوتيوب والفيسبوك والإنستغرام ما شابه ذلك من أماكن التواصل الاجتماعي، اللي باش نتقاربوا بالأفكار ونكونوا نتمشوا على أفكار متبادلة بيننا. واليوم نتكلموا أنا وهو عن ضعف شخصية الإنسان. ضعف شخصية الإنسان، هذا الإنسان اللي يكون ضعيف الشخصية، يكون حياته مدبدبة وعايش في اضطرابات لا منتهية، اضطرابات لا منتهية، وتكون حياته دائما بائسة ويائسة، ويكون دائما علاقته مع الناس دائما فيها شك، فيها وسواس، فيها مشاكل، حتى الناس ما تقدرش تتحمل منه. وهذا ضعف الشخصية، هذا إنسان يكون ضعيف شخصيته لأمور نفسية داخلية فيه، دائما من صغره يبقى يحس نقص فيه، يبقى يحس روحه ناقص على الغير، يبقى يحس الناس أحسن منه، يبقى يشوف باللي المجتمع قاع لي راح داها أحسن منه، هو دائما يشوف روحه التالي، دائما يحقر روحه، ودائما حتى يلقى روحه ضعيف شخصية، شخصيته تضعف يوما بعد يوم، تضعف شخصيته. وتاني الغلطة في الوالدين، ما يعرفوش يربوا أولادهم، من نهار الأول يبقوا البز يضعفوا له في شخصيته. باغ إكزومبل عامية كيما نقولوا حنا، تروح لولدك توقع عليه يا البهلول يا العامل يا تارك، ما يخليش ولده يكبر على شخصيته ويعتمد على نفسه، دايما يدير له توبيخات وإهانة وإساءة لولده، حتى ولده يبقى يحس روحه ضعيف ويبقى يحس الناس أقوياء عليه، تضعف شخصيته هكا تاني. فلهذا إنسان ضعيف شخصية هذا غادي يوجد مشاكل في حياته اليومية، وغادي يبقى يصطدم مع الناس، ويبقى دائما يحس روحه ضعيف. فلهذا باش تقوي شخصيتك وتقوي شخصية ابنك تكون تربي فيه، ما تكترش عليه التوبيخات والإندارات هذه بلا الأخر، وما دائما ما تقارنوش بين الناس، ما تقولوش ولد فلان خير منك وانت منه وانت العامل انت التارك. دائما حاول تحفز ولدك، تحفزه دائما، اعطيه شويه، قال زيد راك ناقص شويه، زيد ما عليش، بقى تزيد فيه ماشي تنقص منه، بس تكبر شخصيته ويكتسب شخصيه قويه ويحس روحه قوي، ويبقى يعتمد على نفسه، ويبقى دائما كما قال لك يحس روحه راجل. ولا بقيت تهينه وطيح من قيمته وطيح من قدره، يبقى ولدك يضعف 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 حتى يحس روحه ضعيف في وسط هذا المجتمع، ويبقى عبء على نفسه وعلى المجتمع. هذا ضعيف الشخصية عبء على المجتمع، يبقى فيه وساويس، يبقى فيه أمراض، يبقى فيه أمراض نفسية، يبقى يصطدم مع أهله، مع ناسه، مع المحيط، يبقى يبني علاقة ويهدمها مع أهله، يبقى دائما يحس هذاك الضعف، يولي له مرض، ويولي لها وسواس، ويولي لها حياة يائسة وبائسة، وتوصله للقنوط، وتوصله للوحدة، وتوصله كما قال لك، توصله لدرجات الضعف واليأس، حتى يصبح يكره من أهله، ينقاطع على أهله، ينقاطع المجتمع، ينقاطع، يبقى يشوف كل من حواليه راهم قدامه، يشوفهم بصفة عدوانية، ويشوفهم أنه ما يحبولوش الخير، وأنهم يبقى حياته هشة هشة بزاف، يبقى إنسان مضرار. وهذا كله يرجع لتربية الوالدين من الصغر، ماذا بيك تربي ولدك. فلهذا خليه يكتشف شخصيته، وما تبقاش تفرض عليه الأشياء، اللي يكون عاد ما نضش معها عاد يكبر معها، ما تبقاش تضغط عليه فيها، خليه يكتشف حاجة بحاجة. وما تكترش على ولدك التوبيخات، وما تكترش عليه المقارنة بين الناس،
راه ولد فلان خير منك، تمنى تمنى توجور هكا تبقى تحطم له في نفسيته، تتبقى تضعف شخصيته تضعف تدريجيا حتى يكبر بشخصية هشة ضعيفة مدبدبة ما عندهاش أسس، ما عندهاش طريق، ما عندهاش إن باز، ما عندهاش حاجة قوية متينة، ما عندهاش هذيك الشخصية تاعها ضعيفة. ضعيف الشخصية هذا تولي تصطدم معاه في المجالس، تولي كون تكون تهضر تلقاه يجادلك، ما يقدرش هو يجيب موضوع ويواجه به الناس ويكون اجتماعي ويريح مع الناس ويجيب فكرة، لا يقارعك انت كون تجيب فكرة يبقى هو يجادلك ويبقى الاخر باش يدخل من باب اللي راك داخل منه، لانه علاه شخصيته ضعيفة ما يقدرش هو يخلق موضوع، دائما يجي تحت مواضيع الناس دائما يولي الجلوس معاه ممل، يولي الجلوس تولي الناس تهرب منه، تولي الناس ما تقدرش تجمع معاه، يولي انسان خشين بروت، لانه محطم نفسيا من الداخل ضعيف الشخصيه هذا. والله يعافينا والله يعافي المؤمنين والمخلوقات ان شاء الله، ويا ربي تحفظنا ويا ربي نبلغوا الرساله باكمالها، وإحنا غير انا نفهمو في الاخوه ونفهمو وندو فايده بيناتنا وتعم الفايده كاع الناس، والله يهدينا الطريق المستقيم يا ربي، وتبتنا على قول الحق ان شاء الله وكلمه الحق، وشكرا.